أكيد ظهر الدور الجزائري بقوة فيما سيأتي، يعني بعد دخول الجزائر رسميا إلى مجلس الأمن من خلال خطاب السيد رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. السيد الرئيس أعلنها، والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها أن الجزائر الآن قررت أن تكون محامية إفريقيا والعالم العربي والقضايا العادلة في العالم، وأن تكون وسيطة في حل حالة الأزمات في العالم. بعبارة أخرى، قال رئيس الجمهورية للعالم كله بأن الجزائر رقم أساسي وركن ركين في النظام الدولي قيد التشكل، ووجود الجزائر كعضو داخل مجلس الأمن يسمح لها أن تكون كما أن تباشر هذا العمل بتاع المحاماة اللي تكلمنا عليه والمرافعة من أجل القضايا الإفريقية، أولا على مستوى إصلاح مجلس الأمن والهيئة الأممية، والجزائر لديها خارطة الطريق ولديها آليات لإصلاح بحيث تعطى لإفريقيا حق التمثيل الحقيقي في مجلس الأمن بعضو دائم في هذا المجلس، أيضا من خلال قضية الدفاع عن القضايا الإفريقية لوقف موضوع التدخلات التي أصبحت يعني إفريقيا الآن محل القصعة كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتداعى عليها الأمم. فالآن كما قال ماسينيسا إفريقيا للأفارقة، ستدافع الجزائر على السيادة الإفريقية وعلى الاستقلال الإفريقي، ستدافع الجزائر أيضا على حل حالة المشاكل في إفريقيا عن طريق الحوار وعن طريق الآليات الدبلوماسية بعيدا عن التدخلات العسكرية وتوظيف الجماعات الإرهابية.